محمد دخيل، الرجل الذي كان يتردد إلى دور السينما في العاصمة العراقية بغداد طوال فترة شبابه، إلا أن الوضع تغير مع سقوط النظام العراقي السابق لتقتصر مشاهداته للأفلام على السينما المنزلية التي أنشأها بنفسه. عاشق السينما البالغ من العمر 55 عاماً حول أكثر من نصف منزله إلى دار عرض سينمائي ليفتح بذلك نافذة على تاريخ مشهد كان نابضاً بالحياة يوماً ما في العاصمة بغداد. هذا بيتي طبعاً، قاسم تقريباً نصين، والنص الأكبر هو للسينما، يعني أكثر من عائلتي، يعني مسوي يعني ما بين مكان وصالة عرض، عندي شاشة ومسرح يعني، و أجهزة العرض بدأت عندي، وبدأ هذا الشغف أنه أجمع أو أعوض أنه النقص اللي نسدد دور العرض. فإحنا كهواة ورواد متعلمين على السينما، فكنا يعني دائما نقرأ الإعلانات ونروح سينما كل أسبوع، يعني نروح سينما. بعدين لا، بدأت يومية السينما عندنا، فصار تدهور السينما تدريجيا لأسباب عدة سياسية واقتصادية واجتماعية. كان العراق يملك أكثر من 80 داراً للسينما ذات يوم، أكثر من ثلثيها في العاصمة بغداد. هذه الأعداد بدأت بالنقصان واحداً تلو الآخر إبان حكم النظام السابق، حتى لم يبقى منها سوى 5 مراكز للسينما عام 2003. التمرد الدموي الذي جاء بعد هذا التاريخ جعل العراقيين يخافون من التواجد في الأماكن العامة ووسط الحشود، لذا اختاروا الأمان النسبي بالبقاء في البيوت، حيث يمكن للعديد منهم مشاهدة مئات القنوات الفضائية. أما دخيل فقد اشترى مئات الأشرطة من الأفلام وبكرات السينما التي بيعت في الشوارع بعد عام 2003. وتتضمن مجموعة دخيل الشخصية أيضا 23 آلة من فئة 35 مليمترا و35 آلة من فئة 16 مليمترا، يستخدمها لتقديم عروض سينما مجانية لمحبي الأفلام الآخرين. لما شفنا دور مكاين العرض والأشرطة تنباع بالشارع بالقاع بالأرصفة، يعني بصراحة شيء مؤلم كان، وكان أنا يعني مكان ما عندي بصراحة، فقمت اللي أشتري اللي أقدر أشتري، يعني أنا لو مكان يخدمني أنا ما أقدر أجمع هاي، وين ودي يعني ما يقارب عدة 23 مكينة سينما، 35 مال سينمات، وفوق 35 أو أكثر حجم 16، بالإضافة إلى مئات الأشرطة وآلاف الإعلانات والشيتات السينمائية. إضافة إلى العروض المجانية في المنزل، يعرض دخيل معداته في المراكز الثقافية، كما يعرض أفلاماً قديمة أمام الأجيال الشابة. نعرض هنا الشغلات التراثية العراقية البغدادية على مود هذا الجيل يعرف السينما ويعرف تاريخه، نوثقه أنا والدكتور سامي صديقي، يمنتج الفيلم ويحضره ما يناسب المناسبة.